كنجدو ترحابو التحية الصباحية على كل المستمعين الأوفياء وخاصة عاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند اختصاصية فن طبخ والحلويات ملكة أم سارة من الدار البيضاء. ألو لالا ملكة. ألو صباح الخير. صباح النور، كي صبحتي لاباس عليك؟ طول عمرك. بارك الله فيك، واشر مبروكة إن شاء الله. مرحبا بسلامك. مبروك عليكم هذا الشهر، الله يدخل بالصحة وطول العمر. يا ربي أمين، حنا وأنتم إن شاء الله. الحبيبه بطالب بعد السيدات عاود الشباكيه، ان الشباكيه عرفتي ديال سير عطيه من فعلا من بدايه البرنامج. صحيح. وتقاوت الى بقى الوقت واحد الرغيفه عامرين وبريوات. الحمد لله لا يقطع عاده، الله يخليك ديما يعني ديما مجموعين الحمد لله. وكيف ما قلتي صراحه كل عام يعني اهم الاقتراحات الخاصه بشهر رمضان تعودنا انا ناخذوها من عندكم. واحد تحيه من عند واحد السيده خالد شاروك، تسلم عليك بزاف. مرحبا بسلامه. وليلى وراجلها مرحبا، يسلموا عليك بزاف. مرحبا بسلامه. الناس كاع اللي تلقاهم تيسلموا عليك. الحمد لله، هذا من فضل الله. كلشي تيبغيك وتيبغي البرنامج. بارك الله فيك، الحمد لله. غادي نبدا لك بالرغيفات. ايه واخا. هاد الرغيفات عندنا تقريبا السيده في المتفي الدجاج حي طريف ديال الصدر. عندنا الصدر ديال الدجاج تقريبا شي نص كيلو. عندنا ثلاثه ديال البصلات متوسطين. عندنا القزبر المعدنوس. عندنا ضرس واحد ديال الثومة. عندنا في العطرية شوية ديال البزار. شوية ديال الفلفلة الحمراء. وشوية ديال السكنجبير. صافي هادشي اللي أوزيت بطبيعة الحال، شوية ديال الزيت وشوية ديال الملحة وواحد الربع ديال المصير. ربعة المصيرة. إما بالعجينة عندنا غير كيلو لاروب ديال الفورس العادي. مع قريصة ديال الملح. مع واحد معلقة صغيرة ديال السنيدة، السنيدة غير باش تعطينا ديك الحمورية في وقت الرغيف. صافي تيتعجنو عاديين. تنخليهم تيرتاحوا. الدجاج تنشدوه، تنقطعوه مرطوات صغيورين، رقاق. تنديرو في المقلة، تنشلضو عليه بصلة كبيرة وحدة. تنديرو واحد جوج معلقات ديال الزيت، تنديرو شوية الملح. سمحي لي ديك الضويمه ديال الزعفران. ملي تنديروها تنحطو من الملح شويه حيت الضويمه كافيه بالنسبه للملحه، مع داك شويه ديال المصير، وتنبقاو تنصوطيو فيه حتى تنحطيه ديك البصله تذوب. عاد تنزيدو العطريه، تزيدو البزار، الشكنجبير، الفلفله الحمراء، الهريسه اللي تيبغي. اللي تيبغيهاش يتفاداها. تنزيدو القزبر والمعدنوس. هادشي كامل تنخليو حتى تنبقاو نصوطيو فيه حتى تينشف. تنحطو حتى تيبرد شويه. عارفين السيدات داك الخلاط اللي تنمدو بلا ما نقول السميه ديالتو تنطحنوه. الخليط كامل تيطحن تيرجع لينا على شكل بحال المكسكس. تنشدو دوك جوج بصلات اللي بقاو، إن كتلك ثلاثة البصلات. هادوك جوج بصلات ملي تنحيدو داكشي من ديك المقلة تنديروهم معتاهم مع معلقة الزيت وقريصة ديال الملحة وشوية الزعفران، وتنبقاو تما تنصوطي فيهم حتى تيهبطو. الخليط عندنا هو الطحون، تنزيدو عليه داك البصله اللي خلطنا. تنخلطو كلشي وتنبداو تنسرحو غير بالزيت ماشي بالزبده. تنسرحو الورق الوريصات راه تنديرهم غير صغيورين غير قد مشماشه. تنديرو الاولى تنمصوها مزيان حتى تولي تبان لينا الرخامه علاش تنخدمو. تنسرحو فوق منها داك الخليط كامل وتنطويو كيف عارف كل الشكل المسمن العادي. الاولى هي اللي تكون عامره والثانيه تتكون خاويه باش ما تخرجش لينا ديك العماره. وتطيبو في المقله العاديه ديال المسمن. بغات السيده ديرهم في الفران تدهنهم بشويه الزبده وتدخلهم للفران. هادو راهم تيجيو زوينين. يعطيك الصحه. بالنسبه للشباكيه انا غنعطيهم هاد المقادير اللي غتخرج ليهم بالعبار 3 كيلو اونص. 3 كيلو اونص مزيان. عندنا كيلو الفور يكون بالعبار. يكون معبور. عندنا زلافه، زلافات العاديين دوك ديال العاديين. زلافه ديال الججلان طبيعه الحال راه مغسول ومنقي ومحمر ومطحون. يعني الزلافه اللي خدينا نعبروها بنفس العبار المقادير. زلافه ديال دوك ديال الطوس الزرقين. اييه. هادوك الزلاف العاديه. يكون مغرب مطحون مزيان. عندنا كاس اللوز. اللوز غير تنشدوه تنمسحوه، غير اللوز خاصنا نطحنوه
ونعاودو نطحنو ونغربلوه، حيت الا بقات ديك القشره ديالته تتسبب لينا في الحرق في الشباكيه. خاصو يتغربل مزيان. عندنا كاس ديال الزبده اما العاديه اما النباتيه، ماشي مشكل. عندنا كاس ديال زيت العود، عندنا قرعه الزهر ديك الخضراء ديال الدجاج، عندنا هذيك عندنا ربع كاس ديال الخل، عندنا جوج معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، عندنا معلقه ديال القرفه، عندنا قريصه ديال الملح، وعندنا شويه ديال الخميره العاديه ديال الدار. ما كناش نديرو البيض، دابا تنديرو بيضه وحده غير باش تبقى شاده الشباكيه. بيضه وحده، تنشدو داك الخل بالليل تنديرو فيه الزعفران، الزعفران حرف تنخليه باش يصبح طارق لينا مزيان. في القصريه تنخويو قرعه ديال الزهر، تنخويو كاس ديال زيت العود، كاس ديال الزبده، البيضه، النافع، اللوز، الجرجلان، كلشي هادشي تيدار في القصريه وتيتخلط مزيان، وقريصه تاع الملح. تيتخلط هادشي كله مزيان، عاد تنضيفو داك الكيلو ديال الطحين. الا كان الطحين تيشرب راه غادي تبقى قاصحه شويه، كان الطحين هو هذاك غادي تجينا هي هذيك، هي هذيك تجي قاصحه شي شويه، ولا تنبقاو ندلكو فيها شويه حتى تترطب. الا بقات قاصحه بزاف العجينه يعني مبقى محبه، تنزيدو واحد الرشه ديال الماء غير بارد، تنخليو واحد ترتاح، وتنديرو قريصات صغار اما سبعه اما ثمانيه على حساب السيده باش ما تديرش ما تكرمش ليها العجينه. تنديرو قريصات صغار وتنديرو فواحد البلاستيكه بيضاء، تنخليهم يرتاحو شويه، تنسرحو بالبلاك. السيده اللي يلاه مبتدئه من افضل شي داك المرشم اللي تنطبعو به، ولكن هذاك المطبع غير تعلى غير ترشم به وتكمل بالجرارة، حيت هو إلا درناه تتجينا الشباكية غليظة شوية باش تاخد غير العبار. كاين ديال ربعة، كاين ديال ستة، كاين ديال خمسة، يعني غير رسمو به وتعاود بالجرارة. غير تدير به، هو ملي تنديو تنجيبوه تتبحال تتجمع علينا العجينة. واخا تنطبعو به، تنديرو إما ستة شريطات إما ربعة، ما الأولى والثانية والثالثة، وما تنخليو فرق ديال واحد شوية منها باش ما تترسيدات كاع عارفين الطريقة. باش تسهل عليهم، إلا درنا ثلاثة تنديرو ثلاثة شريطات من هنا وواحد فوق واحد من هنا، وتنلاقيهم الجنب وتندفعو بحال غندفعو بعضياتهم باش تعطينا وردة. اللي بغات دير الشباك العادي راه تنهزو وحدة وتنحطو وحدة، وفي الأخر تنقلبو. الزيت خاصو يكون الشباكية فوق منها الزيت، يعني مغطيها. مغطيها الزيت، تكون البوطه انه بالاولى تنجهدوها شويه حتى تسخن الزيت وتنقصو باش ما تشوطش لينا. ضروري خاص يكونوا جوج. بالنسبه لكيف عطيتهم واحد المره وتيشكروا السيدات بزاف، وفرت عليهم الجلجلان، الجلجلان تنشدو قرعه الكونفيتير خاويه. تنقلبوها وتنقبوها بالمسمار بمطرقه ولا بشي حاجه، وتنديروا فيها الجلجلان وبها باش نرشو. باش نبداو نرشو. نديرو الزفه ويدينا تيبدا يعمر لنا العسل. فعلا السيدرة تبدا تقلي وتتحط في العسل، ما تحيد هذيك اللي في العسل حتى تطيب الاخرى، تبغي تهزها عاد تهز الاخرى ديرها في الكسكاس. اي باش حتى يشربوا العسل مزيان. يشربوا العسل مزيان، ومن الكسكاس ماشي ديريكت ما ديرها في الطل، خاصها ديرها في القصريه. حتى تبرد مزيان وترشها بالجلجلان، عاد تديرها في الطل. السيده اللي تتهز الشباكيه من الكسكاس وتديرها في الطل راه هي تترطب ليها بزاف. الخونية تترجع معاك في البلاستيك تترطب الشباكية، تولي معجنة. هي الملاحظات مهمين. تبقى في القصرية على الأقل واحد ساعتين حتى تبرد مزيان، عاد وترشها بالجلجلان في القصرية ماشي في الكسكاس، باش داك العسل اللي غادي يهبط لينا نعاودو نديرو نرجعو للطاسة اللي حنا تنخويو فيها تنديرو فيها الشباكية. وها هي موجودة. يعطيك الصحة. وسطل السيدة ملي تعمرو الغد في الصباح غير بشويه تقلبو على النقطة باش داك العسل اللي بقى لتحت يعاود يهبط على الشباكية. غير بشويه تتقلب السطل، ياك فهمتي يا سلام؟ لا مفهوم.